السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في حصة أخرى اللي غادي يكون الموضوع ديالها هما لي فوي أو لا الحفر أو لا الحفاري بحال ما هكا. دونك هاد الحفاري هادو فيهم أنواع، أشنو هما الحاجة اللي كتحكم ليا على هاد النوع مختلف على النوع آخر؟ هما لا لارجور، أو لا بروفوندور. هاد جوج ديال الحوايج كيحكموا ليا على النوعيه ديال الفوي، فهمتي؟ اش من نوع كاين، واضح؟ دونك كيف ما كتشوفوا هنايا لا فوي ايتان ترو دون لو سول، يعني هي واحد الحفره او لا واحد الثقب في الارض. هذيك كنسميو اي حفره ممكن تسميوها فوي، واضح؟ ولكن كاينين اربعه ديال الانواع ديال لي فوي، نمشي كاينين اربعه ديال الانواع ديال لي فوي اللي غادي نشوفوا كل وحده على حده، وكل وحده شنو هما الخصائص ديالها باش تتميز، وشنو هو لي لارجور ولا بروفوندور ديالها، وفاش كتستعمل، حيت الخصائص ديالهم او لي كاركتيرستيك ديال كل وحده هما كيف ما قلنا لا لارجور ولا بروفوندور و الاوتيليزاسيون ديالها، يعني فين كتستعمل. واضح مزيان. دونك نشوفوا اول نوع اللي كنسميوه فوي دو لا ريغول او لا لا ريغول، فوي اون ريغول ولا فوي دو لا ريغول او لا فوي اون ريغول، فهمتي؟ فوي اون ريغول، فوي اون ترونشي، فوي اون ريغول، فوي اون ريغول بتكون هنا فوي اون ريغول. هيا فوين ريغول قال لك سيجي اي لا فوي لا بلو سامبل، يعني سامبل بسيطه، بو بروفوند اش انفيريور دو 1 متر، يعني لا بروفوندور ديالها ما كتكونش اكثر من مترو، يعني ما غرقاش. مزيان، هذه هي اللي كنشوفوا بزاف في الزنقه الا رجيتوا البال، فهمتي؟ كنشوفوها بزاف. وقال لك سيجي اي دو لارجور حتى هي انفيريور دو 1 متر، فهمتي؟ حتى هي انفيريور دو 2 متر، عفوا دو 2 متر، ياك؟ دونك ديستيني ا ريسيفوار دي فونداسيون او سارتان كاناليزاسيون. هنا مثلا كنشوفو كنمشيو لشي حد كيبغي يبني الدار وكيمشي كيبغي يدير الساس، ياك؟ الطبله اللي كنقولو، تنقولو الطبله اولا الساس، اشنو كيدير؟ كيحفر الجناب ديال داك الساس ديال ديك البقعه، كيحفرهم شي حفاري تقريبا تتكون واحد 40 سنتيم على 40، 40 في الغرق و40 في العرض، فهمتي؟ 40 40 تقريبا، انا قلت تقريبا، ياك؟ هادو كيتسموا دي فوي، يعني حفر، ولكن اش نسميها فوي اون ريغول، يعني هذيك دابا ممكن تسميوها فوي اون ريغول، حيت العرض ديالها ما كيفوتش 2 متر، ياك؟ والغرق ديالها ما كيفوتش 1 متر، واضح؟ شي اي ترو ولا اي حفره ولا اي ثقب في هاد الخصائص هادو كنسميوه فوي اون ريغول، واضح؟ كاين كنستعملوه يا اما في الفونداسيون او لا في الكاناليزاسيون، حيت كاينين دي كاناليزاسيون اللي كيدوزو في هاد لي فوي هادو اللي صغار، اما كاين دي فوي اخرين راه كيحتاجوا الغرق بزاف، فهمتي؟ كيحتاجوا الغرق بزاف والحفر بزاف. غادي نشوفوا كل حاجه على حده بطبيعه الحال. نتمنى تكونوا فهمتوني في هاد اون ريغول. الا قال لك اعطيني شنو هما لي كاركتيرستيك ديال فوي اون ريغول، هو فوي تري سامبل او لا بلو سامبل، لا بروفوندور ديالو انفيريور دو 1 متر اي لو لارجور انفيريور دو 2 متر. Et l'utilisation du halo fait les fondations ou certaines canalisations, يعني بعض les canalisations, ماشي كل شيء حيت كاين شي وحدين كيحتاجوا مثلا 3 متر في العرض و 10 متر و 12 متر في الغرق، يعني تيكونوا غارقين بزاف وفيهم الحفر بزاف، واضح؟ دونك نمشيو دابا باش نشوفوا نوع اخر
ماشي نوع اخر اللي هو حتى هو كيتميز بلارجور بروفوندور او اوتيليزاسيون فهمتي دونك الا ضبطتي ثلاثه ديال المسائل اللي هما لارجور بروفوندور او اوتيليزاسيون في كل وحده راه بامكانك انك تجاوب على اي سؤال الا حطوا عليك في هذا لي فوي واضح مزيان قال لك فوي اون ترونشي او لا ترونشي ديزين اون فوي بلو بروفوند ياك يعني كتكون غارقه بزاف با بلوس تصنت معايا با بلوس دو 2 متر دو لارجور فهمتي با بلوس دو 2 متر دو لارجور يعني ممكن تكون غارقه ياك ولكن العرض ما تفوتش فيه 2 متر مزيان العرض ما تفوتش فيه 2 متر ضمن وقال لك اون réalisé pour exécuter les égouts et l'accessoire de fondation profond. حتى هو كيستعمل الفونداسيون. فهمتي؟ حتى هو ممكن يستعمل الفونداسيون بطبيعة الحال، الفونداسيون ديال لي زيموبل. حيت هنا اشنو الفرق ما بين اونغي ريغول و ترونجي؟ حيت غادي نشرح لكم هذه المسألة. بالنسبة لي فونداسيون ديال لي زيموبل كتكون كبيرة. فهمتي فاش كيديروا هاد 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 لا فاسون هادي ديال كل وحده بوحده اما هو نورمالمون الفونداسيون ديال لي موبل كيكون حفره كبيره غادي نشوفوا هاد النوع هذا كتكون حفره وحده كبيره فهمتي اما الا طرات بحال هاد المساله هادي بحال هاد بحال هاد الحفر بحال ما هكا كيتسمى شوي اون ترونشي واضح يعني اشنو هما المميزات اللي كتميز لنا فوي اون ترونشي هي لو بروفوندور ديالها ما كتكون كبر من 1 متر بلو بروفون يعني كتكون غارقه فهمتي يعني ممكن من 1 متر للفوق يعني من 2 متر و 3 4 كاينش مشكل ولكن بواحد لونكادراج ديال لا لارجور ما ديباسيش لينا 2 متر فهمتي او لوتيليزاسيون ديالها راه هي الفونداسيون بروفون فهمتي فونداسيون بروفون فين هاو الثاني كيكونوا هاد لي فونداسيون بروفون كيكونوا في سميتو في لي بون يعني في القناطر فهمتي كيكونوا في القناطر يعني كيكونوا غارقين ورغم ذلك ان لارجور ما كاينش كثيره فهمتي ولكن كيكونوا غارقين يعني لو بروفون لي فونداسيون بروفون واضح يعني راه هاد المساله دابا الا جيت شي حد سولته وقلت ليه اشنو هي الفويون ريغول وفويون ترونشي عطيني لي كاركتيرستيك ديالهم خاصك تقولهم ليا بطغمات العينين سورتو حيت دابا كاين رسم توضيحي كيبين لك كلشي لا بروفوندور انا في الفويون ريغول اش انفيريور ا 1 اي لو لارجور ال سي انفيريور ا 2 متر وبالنسبه لهنايا فويون ترونشي لا بروفوندور بلس de 1 mètre et la largeur moins de 2 mètres et l'utilisation de chacun on rigole et les fondations et certaines canalisations et on tranchait les fondations profond voilà il y a une nous allons nous arrêter pour continuer avec vous dans la vidéo tachimement jette les fouilles باش نستمروا ان شاء الله في الموديول ونحاولوا نكومونسيو فيه ان شاء الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته